السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أسماء بعض الأمراض ومصطلحات طبية متداولة وتحت طلب العديد منكم أدرجت لكم بعض المفردات في جمل فهذه المصطلحات التي سوف نذكر غالبا ما نسمعها عند الطبيب أو الفغماسي يعني الصيدلية والكثير من الناس لا يفهمون معناها لذلك قدمتها لكم في هذا الدرس Adouar, Adouar oua, le vertige. Le vertige. Le vertige. Mitel, au exemple, les femmes enceintes souffrent de vertige durant leur grossesse. Les femmes enceintes souffrent de vertige durant leur grossesse. Les femmes أنسانت الحوامل دونك فام أنسانت هي إمرأة حامل أنسانت هي حامل هنا حيت عندي أو الجمع فام وانا كاينة إس في دونك كتكون لا ليزون لي فام زونسانت لي فام زونسانت سوف يعانينا دو من الدوار أثناء الحمل داكوغ Les femmes enceintes souffrent de vertiges durant leur grossesse. Ni al hamamil yuani namnaduwar etnaan al hamd. Le En français, les coliques, les coliques, les coliques. Donc l'exemple à Ne mange pas trop de bonbons, sinon tu auras des coliques. Ne mange pas trop de bonbons. Sinon, tu auras des coliques. Donc, ne mange pas. Il y a les ta'akul, les ta'akul. Trop de bonbons, alkatir min el halwa, bonbons ya al halwa. Donc, la ta'akul katir min el halwa. Sinon, yani wa illa, tu auras des coliques. C'est quoi nous les décan? Euh, maras. Donc, ne mange pas trop de bonbons. سينون لا تاكل الكثير من الحلوى والا سيكون لديك مغص دونك لي كوليك ومال هنا في في المستقبل في الفيتور يعني غادي يكون عندك سوف يكون لديك ديكوليك او المغص داء السكري بالفرنسيه هو le Le diabète, le diabète. Au Benin, ce mal chasse-mauvais sucré est diabétique, diabétique, diabétique. j'ai un exemple. Mon grand-père est diabétique. Mon grand-père est diabétique. J'ai dit mauvais sucré. J'ai dit mon grand-père est diabétique et ni mauvais sucré. Alhuma, il a la fièvre. لا فيفر لا فيفر دونك الى بغيت نقول انا في الحمى او انا مصاب بالحمى غنقول جي دو لا فيفر جي دو لا فيفر يعني انا مصابه بالحمى او لدي الحمى هي جي دو لا فيفر جي دو لا فيفر دونك هنا جي لو فيرب افوار يعني فعل الامتلاك يعني انا لدي الحمى الحساسيه français il y a l'allergie 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 il le ici donc mitel exemple le dermatologue dit que j'ai une allergie au poisson le dermatologue dit que j'ai une allergie au poisson donc le dermatologue wa tabib gild ya ni tabib gild le dermatologue le dermatologue tabib bible amr dit yani, que j'ai une allergie ni yani, euh, l'addie au poisson une allergie au poisson donc le dermatologue dit que j'ai une allergie au poisson tabib la daya, euh, tujaha, az -zukan, az -zukan huwa, Le rhume. لو روم لو روم انتبهوا هنا لو روم كتكتب ار اش او دونك اش ما كنتقوهاش كنتقو لو روم كنتقو ار او ام او روم لو روم اش ما كنتقوهاش كتكتب ولكن ما كتنطقش هذا بالنسبه للزكام بالنسبه للانفلونزا باللغه الفرنسيه هي لا غريب لا غريب وبالنسبه لا غريب فكيتكتب بدو بي دونك بالنسبه لا غريب كي تكتب دو بي لا غريب لا غريب دونك دو بي الزكام هو لو روم والانفلونزا هي لا غريب بالنسبه للسؤال السؤال, السؤال. لا تو لا تو لا تو بالنسبه لا تو فكتكتب اكس في لافا ولكن ما كنطقوهاش كنقولو غير لا تو اكس ما كنطقوهاش داكوغ اكس لا تنطق مثلا بيت نقول هي تسعل هي تسعل غنقول ال توس ال توس دونك ال هي تسعل ال توس فقر الدم بالفرنسيه هو لانيمي 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 وبالنسبه للشخص مصاب بفقر الدم انيميك كيتسمى انيميك شخص مصاب بفقر الدم يسمى انيميك الا بغيت نقول مثلا احمد مصاب بفقر الدم غنقول احمد اي انيميك احمد اي انيميك ولا بغيت نقول انا مصاب بفقر الدم غنقول جو سوي انيميك انا مصاب بفقر الدم جو سوي انيميك الاسهال باللغه الفرنسيه هو لا diarrée لا دياري لا دياري وبالنسبه هنا لا دياري فكيتكتب دو يعني اثنان من ار و اش اش لا ننطقوها لا دياري دونك كيتكتب اش ولكنها لا تنطق وبالنسبه للامساك هو لا كونستيباسيون لا كونستيباسيون الامساك هو لا كونستيباسيون حب الشباب اللغه الفرنسيه لكني جي جوفينيل لاكني جي جوفينيل أدجكسيف دونك جات من جون جون دونك نحب الشباب أكني جوفينيل جي جات من لومو جون يعني شاب بالنسبة لقرحة الفم بالنسبة لقرحة الفم هي لافت لافت و الا كانوا يعني الفم فيه بزاف نتاع القرحات فكيتسموا لي زافت لي زافت نزيف بالفرنسيه ايموراجي 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 بالنسبه للايموراجي تكتب ايضا ب 2 يعني اثنان من ار ايموراجي الربو لازم هو لازم دونك لازم ايضا تكتب تي اش ولكن ما كندقوهاش دونك كنقولوا لازم لازم الرابو هو لازم هنا غنتعرفوا على بعض مصطلحات اللي متعلقه بالمرض دونك عندنا طبيب بالفرنسيه ان ميدسان ان ميدسان طبيب و ان ميدسان بالنسبه للمريض مريض هو ان مالاد امالاد و تنقولوا ايضا ان باسيون دونك ان باسيون هو زبون يعني شخص مريض ولكن زبون نتاع الطبيب دونك الزبون نتاع الطبيب ولا كيتسمى ان باسيون وبالنسبه لشخص عادي يعني مريض شخص مريض كيتسمى ان مالاد هنا مرض مرض هو اون مالادي اون مالادي دونك شخص مريض هو ان مالاد ومرض يعني المرض هو اون مالادي Quand on dit « je suis malade » je suis malade », on je suis malade ».« c'est une infirmière, une infirmière, une infirmière. « moustache fa ou un hôpital, un hôpital. Il y a un hôpital qui s'appelle « H Aspiré ». هاد اش اسبيري يعني اش ما كنطقوهاش كتسمى اش اسبيري لا تنطق دونك كنقولو ان أه اوبيتال ان أه اوبيتال او كتكتب اكسون سيركونفليكس دونك اش اسبيري او فا اكسون سيركونفليكس ان أه اوبيتال بالنسبه للمصحه اون كلينيك اون كلينيك اون كلينيك تحليل او اختبار هو اون اناليز أُنَالِيَزْ، analyse une analyse ومختبر فاش كيكونوا التحليلات كيتسمى ان لابوراتوار ان لابوراتوار ان لابوراتوار كرسي بعجلات هذا الذي يظهر لكم في الصوره كيتسمى بالفرنسيه اون شيز غولونت اون شيز غولونت وايضا كنقولوا له فوتوي غولون Fauteuil roulant. Donc Emilien, Emilien, une opération, une opération, une opération. Gérarda, il y a une chirurgie, une chirurgie, une chirurgie. talqih ou un vaccin, un vaccin, un vaccin. dawa dawa le un médicament. Un médicament. Un médicament. d'abord, le Dem. Le sang. Le sang. Le sang. le sang, qui est écrit ang. le sang, Le sang, le le sang. Une blessure. Une blessure. Une blessure il y a une injection. Une injection. Une injection. Une crise Une crise cardiaque. une crise, cardiaque. Donc une crise Il y a une crise crise cardiaque. Il y a une cardiaque. Il y a cardiaque. a une crise cardiaque. دونك هو قلب قلبية هي كاردياك اون كريز كاردياك ضغط الدم بالفرنسية هو لا تونسيون لا تونسيون لا تونسيون والألم الألم باللغة الفرنسية لا دولور لا دولور لا دولور بهذا كنوصلو لنهاية الحصة نتمنى تكونو استفدتو معنا في هذا الدرس اذا بان هذا الدرس مفيد فبارطاجيوه او شاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده وما تنساوش ديروا جيم للفيديو باش تشجعوا نقدم لكم مزيد من الدروس وتشتركوا في القناه لما مشتركين قبل وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله